السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن ازاي نضيف فلتر ونسيفه على نظام اوبن اي ار بي اودو. نضيف فلتر او معامل فرز على النظام. احنا شايفين معنا المنتجات، هنقول مثلا هنجيب المنتجات المتاحة، عايز مثلا سعر البيع اللي اقل من 50 جنيه، يبقى اقل من كده او اكبر بقى على حسب زي ما انا شايف كده. اقول تطبيق، هنلاقي هنا سعر البيع جابهولي دايما اقل من 50 جنيه. طيب انا الجزئين دول مع بعض ادوني النتائج دي، انا عايز اسيف النتائج دي. اقول مثلا سعر قليل مثلا بالنسبة لي، واحفظ الفلتر ده او معامل الفلتر ده بجانب المعاملات دي. حفظته زي ما احنا شايفين كده، سعر قليل اهو، ادوس عليه يجيب لي على طول المنتجات اللي سعرها اقل او سعر قليل اقل من 50. طيب هل انا ممكن احفظ معامل الفرز ده، اقول عليه اشاركه مع الاخرين او استخدمه كافتراضي؟ اشاركه مع الاخرين ده يعني يظهر عند المستخدمين الاخرين، او استخدمه كافتراضي يعني اول ما اجي على الصفحة دي يبقى هو بيجيب لي على طول منتجات اللي سعرها اقل من 50 اللي انا ظبطت عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.